اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه اللي بنتكلم فيها عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن واحد من ملوك الاسره السادسه، وهو بالتحديد مؤسس الاسره السادسه، وهو الملك تيتي. ومن الحاجات اللي بيعتقد فيها مؤرخين وعلماء الاثار ان الملك تيتي اصله من منفى، بس بالتحديد اصل الملك تيتي مش معروف منين بالظبط، لان بيعتقد بعض علماء الاثار ان هو صعد على الحكم بشكل غير شرعي او عن طريق ان هو كان متزوج من واحده من البيت الملكي وهي بنت الملك اوناس. ومن الحاجات اللي بيعتقدها بعض علماء الاثار عن الملك تيتي انه كان من كهنه الاله راع، بس انصرف عن كهنه الاله راع وبعد عنهم وراح يعبد الاله بتاح في مدينه منفى. وبيعتقد بعض علماء الاثار ان الملك تيتي مات نتيجه مؤامره اتعرض ليها في اواخر ايامه عن طريق البيت الملكي، وبيعتقد بعض علماء الاثار ان دبر المؤامره دي هو ولي عهد الملك تيتي. وكان خليفه الملك هو الملك اوسر كارع، واللي مستمرش في حكم مصر اكتر من 4 سنين. ومن الحاجات اللي اثرت في حكم او في فتره حكم الملك اللي كان خليفه للملك تيتي ان المؤامره اللي دبرت دي بيعتقد ان هي كانت نتيجه ولي العهد واللي كان هو الملك اوسر كارع. وطبعا بسبب الاشاعات الكتيره جدا اللي طلعت عن ولي العهد ده، مفيش اي نقوش اهتمت بيه او اهتمت ان هو كان ولي عهد للملك، وطبعا ما اتذكرش عن نقوش اهرام الملك تيتي، وما اتذكرش في اي واحده من اعماله، وطبعا ما بناش اي اهرامات وملوش اي اثار ولا اي تماثيل، بسبب ان فتره حكم الملك ده كانت قصيره جدا، لما حكمش مصر اكتر من 4 سنين بس. فطبعا فتره حكم بالنسبه للمده دي او بالنسبه للفتره القديمه اللي كانت في مصر دي فتره قصيره جدا جدا جدا. ودلوقتي هنتكلم عن عائله الملك تيتي. وطبعا العائله الخاصه بالملك ده ما كانش ليها اي علاقه بالبيت الملكي، لا من ناحيه الاب ولا من ناحيه الام، بل بالعكس الملك ده كان ليه علاقه قويه جدا بالكهنه، وهو كان في الاصل من الكهنه. وطبعا نتيجه ان المؤسسه الدينيه في مصر القديمه كان ليها اهميه كبيره جدا، وكان ليها اتصال مباشر بالبيت العالي او البيت الكبير او البيت الملكي في مصر. فطبعا قدر الملك ده بسبب علاقاته القوية جدا بالملك ان هو يوصل للبيت الملكي، بل بالعكس يأسس اسرة جديدة ويحكم هو مصر من خلال الاسرة دي. ومن الحاجات اللي ذكرها علماء الاثار عن الملك تيتي ان هو وصل لحكم مصر عن طريق ان واحدة من بنات الملك اوناس تزوجها الملك تيتي وهو كان كاهن من كهنة عبادة الاله رع، ونتيجة طبعا اتصاله المباشر بواحدة من بنات البيت الملكي قدر الملك اوناس ان هو يوصل لحكم مصر. وبالنسبة للملك اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، اشهر ابنائه هو الملك بيبي الاول، والملك بيبي الاول هو واحد من الملوك اللي تولى حكم مصر في نفس الفترة الخاصة بالاسرة السادسة، ويمكن بيعتقدوا في بعض الاوقات انه كان ولي عهد للملك تيتي، بس طبعا ده معتقد مش اساسي، لان بيعتقد ان ولي عهد الملك تيتي كان هو اوسر كارع عشان كده حكم مصر بعديه. اما واحد من اطول الفترات او من اطول فترات الحكم اللي حكمها ملوك في الاسره السادسه هو الملك بيبي الاول، ومن الواحد من اهم ملوك مصر اللي عمل تطوير كبير جدا في عهد الاسره السادسه. اما بالنسبه لفتره الحكم، ففتره حكم الملك تيتي مش متحدده بشكل دقيق جدا، لان فتره الحكم اللي حكمها بيعتقد بعض العلماء ان هي 12، والبعض الثاني بيعتقد انها 24، وفي بعض المعتقدات بيعتقدون ان هي 30، فهي مش متحدده بكلمات او بنصوص او بتاريخ متاكدين منه. وبالنسبه لبرديه تورينو، وهي البرديه اللي مذكور فيها عدد كبير جدا من الحكام، فمش مذكور فيها الملك تيتي حكم مصر مدة قد ايه بالظبط. من الحاجات اللي ذكرها المؤرخين وكانت مهمة جدا عن الملك ده، والمؤرخ مانيوتون ذكرها بالتحديد عن الملك ده، انه حكم مصر مدة 33 سنة. اما بالنسبة للوزراء، ففي عدد كبير جدا من الوزراء عملوا في المنصب ده في عهد الملك تيتي. طبعا مش مذكور عدد الوزراء قد ايه ولا اساميهم بالظبط، لان احنا زي ما عارفين الفترة دي مش معروف منها عدد كبير جدا من المعلومات اللي حصلت
فيها. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن المنشآت والمباني والأعمال اللي قام بيها الملك ده، ومن أهم المنشآت والأعمال اللي قام بيها هو هرم بناه نفسه في مدينة سقارة. وبالنسبة للأبعاد الهندسية للهرم فهي 78.8 متر في 78.8 متر، وارتفاعه 52 متر. وفي واحدة من أهرامات الملكات وهي الأهرامات الأصغر من هرم الملك اللي هو بيكون أكبر هرم في المجمع الهرمي، قدروا علماء الآثار إن هم يعثروا على تابوت خشبي، تابوت يعني مصنوع من الخشب جواه مومياء. بيعتقدوا علماء الآثار إن المومياء دي هي مومياء واحدة من زوجات الملك وهي الملكة أبيوتلون. وقدروا علماء الآثار إن هم يلاحظوا إن أحجار الهرم أو جدران الهرم نفسه، الغرف الداخلية اللي جوه الهرم مغطاة بنوع من الأحجار، هم مش نوع واحد، هم نوعين، أحجار رملية وأحجار جرانيت. والأحجار دي عليها نقوشات ورسوم، الرسوم دي بتصف رحلة الملك من العالم أو من الدنيا اللي احنا عايشين فيها للعالم الآخر اللي هو بيكون في الحساب والجنة والنار. ونتيجة التنقيب اللي بيتم في منطقة عين شمس، قدروا علماء الآثار لاحظوا ان في مسلة مكسورة، المسلة دي عليها نقوشات، النقوشات دي بعد ما تم فحصها في بعض الاماكن زي مثلا كلية الاثار وبعض المعامل المسؤولة عن الحضارات القديمة او الاثار القديمة، قدروا يلاحظوا ان المسلة دي بتعود للملك تيتي، بس لاحظوا ان نتيجة الاهمال فيها وطبعا نتيجة عدم عمل ترميمات المسلة دي، المسلة انكسرت نصين او انكسرت اكتر من جزء، والاجزاء دي قدروا علماء الاثار ان هم يجمعوها ويتأكدوا انها بترجع لعهد الملك. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية اكمل كلامي معاكو عن اول ملك من ملوك الاسرة السادسة وهو الملك تيتي، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. منسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.